ديال سعاد، وهاد هي سعاد ممرضة في ان اوبيتال، وهي شوية عندها بروبليم سيكولوجيك، وكانت كتمنى تكون طبيبة وما قدراتش، وكتكتشف بان ما واحد من الاطباء اللي كتخدم معاهم كيدير ترافيك دورغان، وتا هي غتبدا دير هادشي. الدور اللي كيلعب عزيزة داس كيلعب الدور ديال واحد السيد تا هو تيخدم قريب لذاك لوبيتال، وتيبغي سعاد، هو باغي يتزوج معاه، وهي تتفكر غير في الفلوس وفي الطمان. فيلم على الهامش، هذا فيلم ثاني فيلم مع جيهان بحار من بعد في بلاد العجائب. الفيلم كيدوي على واحد الموضوع اللي هو يعني ما تناقش بزاف، هو موضوع ديال التجاره في الاعضاء البشريه. سيت لا كوميدي نوار، يعني واحد لا كوميدي اسود. انا ومجدولين كوبل، وانا واحد اللي غادي يغامر من اجل واحد المحبوبه ديالو، من المغامره ديالو غتصيفطو للحبس. الاشتغال بعض المرات انا سولوني بزاف على الاشتغال، احنا هذاك الشيء علاش كنضاربوا، احنا كل شهر نمشيو نتخطاو الماء، انا كنتفوسخ. هو الاشتغال بيني وبينك بعض المرات ماشي غير هنا، هو في العالم كامل. كاين كتلقى ممثلين فاهمين رجاله، انا مفاهم مع ممثلين رجاله يعني، وكتلقى ممثلات مفاهمين مع بعضياتهم. انا واحد اللي عزيزي لاكتريس اللي قدامي تكون قريبه ليا، تكون قريبه لافكاري، تكون قريبه لبرجيتا يا سكوربيون، عاد وحده اللي كتمشي معايا في كيفاش كنفكر يعني. خصني نقرا سيناريو، خصني نحلم، خصني نلقى مع من دوي، خصني، فانا كنلقى هادشي في مجدولين، وهادشي راه قطع التليفون، خصني نطفي التليفون. هادشي تبارك الله كيبدا يبان في الفيلم، علاش الناس كيسولوا هادشي اللي كاين اخويا. يمكنش ندخلوا لشي جو غنصور فيلم انا ما حسيتش به، فريمون جو فرحان والناس بخير، وهذا يعني الا كان شي جو غنحس به غنتكهرب انا ما نمشيش ليه. على الهامش اللي هو تريبل ا، فيلم كيحكي على بزاف ديال الظواهر الاجتماعيه، على ديال الحالات اللي كنعيشوها في المجتمع، وعلى شي حالات اللي بعض المرات ما كنشوفوهاش. داكشي باش سمينا على الهامش، فكاينين بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا على الهامش، وبعض المرات كندوزو حداهم ما كنديوهاش فيهم، وكنقولوا بحال كنستخفوا شويه بهذيك الحاله، الوغ هما الناس اللي بحالنا بحالهم، وقعت لهم ممكن شي حاجه في حياتهم اللي خلاتهم هما يجروا راسهم للهامش، ولا حنا نتعاملوا معاهم بطريقه اللي هما كيحسوا براسهم راه ماشي منا وهما على الهامش. فيمكن هذه فرصه للناس باش يردوا البال، يعرفوا بان راه كاع الناس اللي كاينين في المجتمع انسان بحالنا بحالهم، وقعت ليه بدات شي حاجه ما قدرش يصلحها وحس براسو على الهامش. فالمجتمع المغربي ولا المجتمع المغمض المتحضر اون جينيرال خصو يرد البال لهاد الحالات المهمشه باش نحاولوا انتيغريهم معنا، فهما انسان بحالنا بحالهم، يمكن غلط او وقع عليه شي غلط من جهه اخرى خلاه يحس براسو بعيد. الواجب ديالنا ولا ديال المجتمع ديالنا هو يقربوا ويدخلوا معنا. الفيلم كيهضر على بزاف ديال الظواهر، على بيع الاعضاء، على الطمع، على بزاف ديال الشخصيات اللي عندهم لو فيس من شهم. الشخصيه اللي كنلعبانا واحد الشخصيه اللي شويه قبيحه كنظن بها الناس ما غاديش تعجبهم، ولكن هي فرصه باش بوتيتر نديرو تحسيس ونديرو تنوير للناس. والسينما هي نورمالمون هادشي علاش كدار، باش نعرفوا الناس على شي حاجه اولا نحسوهم، اولا جوست نثيروا الانتباه ديالهم باش من بعد بوتيت كيبداو يردوا البال لشي حوايج مزيانه. لحق الجهه البحريه من المخرجات اللي كتبغي تكون الحوايج ديالها، وديما فاش كتخدم مع مخرج اللي عنده اون فيزيون كتكون مرتاح. انت كتخدم الشخصيه ديالك، من بعد المخرج كيجي كيعطيك دي زانديكاسيون باش يوريك لا فوا فين خص الشخصيه تمشي، هادشي كيسهل عليك، وبيان سور الخدمه كتكون مزيانه احسن من شكل اخر. دونك الخدمه كانت مزيانه في هذا الفيلم. لا شوف، الشخصيات كلهم صعيبه وكلهم سهله، كتبقى غير لونكاجمون ديال الممثل، اذا كان لونكاجي في الشخصيه وفي العمل فما تيكونش مشكل، ولو ان مثلا ظروف صعيبه بالليل في البرد في الصح. دونك ما كنظنش بان هذا هو العائق عند الممثل، اكثر ما الا كان عنده المشكل عائق هو يكون ما فاهمش الشخصيه. الدور ديالي في هذا الفيلم هو شخصيه ياسر. الا بغيت نهضر عليها واخا عليك، الا بغيت نهضر عليها غنقول هو واحد الشخصيه اللي في وسط العشرينات، شاب مغربي اللي كان كيعيش مع واحد العائله اللي نقدر نسميها عائله فقيره، فاضطر انه يخرج من هذه العائله هو باقي صغير. هرب من واحد الظروف قاسيه، ولكن غيتصدم بان الواقع اقسى، واقع فيه القوي ياكل الضعيف، الا ما كنتيش سبعة غادي ياكلوك الذئاب. ولكن في الكا ديال هاد الشخصيه ديال ياسير غادي يكون سبع لعده اسباب، اهمها بالنسبه لي هو واحد العلاقه ديال الحب اللي كيعيش في هاد القصه، ديال واحد البنت اللي كيبغيها مني كانوا صغار، ولقاها في جنبه ولقاته في جنبها، وغيدير المستحيل باش انها ما تتاداش وباش انها ما تموتش. هي اللي عطات معنى للحياه. اجواء التصوير جديه عاليه،
ومتعه في نفس الوقت. هذه هي ثاني، هذه هو اول معامله مهنيه ديالي مع جيهان البحار كمخرجه، ولكن ثاني معامله كسيناريست. الجميل في هذا البروجي هو انه سينما، هذه اولا. ثانيا هو انه داز في ظروف احترافيه، كان كل شيء هز الهم ديال المشروع، كل شيء مآمل بالمشروع من الكاست حتى الفريق التقني حتى المونتاج حتى المخرج. ممتع جدا، انا كنموت على عزيز داز المجدولين الادريسي. لا في اكسيون، فاش كنقولوها اكسيون كتمثل معاهم، كتحس راسك مرتاح، كيعطيك ديك الانرجي ولونفي انك تعطي، لانهم كيتمتعوا حتى هما بالتمثيل. لا فاش كنقولوا كوبي وكنكونوا في اللوج، المتعه وكتدوز ظروف زوينه في التورناج. انا وياك تلموت هي المكافئ ديال المعنى الحقيقي ديال الحب. فالحب فاش كتبغي شي شخص كيف ما كان داك الشخص بالعيوب ديالو بالايجابيات ديالو، كدير واحد الوعد على راسك قبل ما تعطيه لذاك الشخص انني غادي نبقى معاه حتى الموت. وهو كذلك كيقول نفس الحاجه، وهي باش هذا هو الحب. الجمهور نتمنى انهم يجيو يتفرجوا في هذا الفيلم، ونتمنى انه يعجبهم. هذا الفيلم خدمنا فيه بجديه وتمتعنا احنا وحنا كنخدموا فيه، فنتمنى ان شويه من ديك المتعه اللي تمتعناها حتى هي توصل للجمهور. انا متاكد انها غتوصل. ديجا سيناريو زويون، ممثلين زويونين، مخرجه زويونه. الهامش هو الفيلم يبورت سون تيتر، لان كيحكي على شخصيات على هامش المجتمع. دونك هو ثلاث قصص حب ولكن شخصيتها مهمشه. لا ما غنعطيش التفاصيل، كنعطي السينوبسيس. الفيلم كيحكي على ثلاث قصص حب لشخصياتها على هامش المجتمع، وكتلتقي مصائرهم بشكل غير متوقع. ممثلين تم اختيار عزيز داداس، مجدولي الادريسي، شوقي عبد اللطيف، شوقي خليل اباقة، فاتن زهرة بن ناصر، وهند بن جبارة. تم الاختيار ديالهم لانهم كان عندهم دور في هذا الفيلم تو سامبلومون، وانهم ممثلين محترفين وكان تعرفوا من شحال هادي. دونك كنعرف لي كومبيتونس ديالهم، كنعرف اشنو نقدر نخرج منهم. كانت الاجواء صعيبه شويه، كانت كورونا ديك الوقيته، دونك والحجر الصحي كانت شويه صعيب. كان صعيب، كان من الناحيه الصحيه كانت صعيبه، ماشي غير من الناحيه الانتاجيه، لاننا كان خاصنا باسكو ديك الساعه يلا خرجنا من كورونا، كان مازال الحجر الصحي، كان مازال خاصنا نديروا الاحتياطات ديالنا. دونك كان شويه صعيب، وتوقف التورناج واحد الوقيته المشاكل عديده، ولكن الحمد لله كملنا وخرج هذا الريزلت. نتمنى يعجبهم الفيلم. كان بعدا كنقول لهم يمشيو يتفرجوا فيه، بعدا ما يحكموش عليه من شي لقطات، ولا يمشيو يتفرجوا. الفيلم كيحكي على واقع المجتمع المغربي، دونك كنتمنى يعجبهم. هذا نظيفكم، وهذا خدمتنا. دونك حنا ما شجعناش خدمتنا وشجعنا السينما المغربيه. دونك ما تحبوش تفرج. شكرا لكم كاملين، شكرا لكم كاملين، بارك الله فيكم.